شيء؟ كنت أنا ناطرته يرجع وأخيرا رجع. خلوا أوريكم شنو. فاضي فاضي، أنا ما عندي منه، كنت ناطرته حالي حالكم. هذا فاضي، في قطرتين تحس استخدمه وناطرته حالي حالكم. الكافيين رجع مال أهوهو، تذكرونه؟ الثكنينج شامبو اللي يكثف الشعر ويوقف التساقط، هذا اللي يكثف الشعر اللي هو شامبو، واللي يكثف الشعر التونيك، تذكرونهم؟ ارجعوا واخيرا. والله من الحماس ما ادري شنو اقول. خل اقول لكم معلومات سريعه عنهم حق متابعيني اللي ما لحقوا عليهم او اللي كانوا حابين ياخذونهم ويبون معلومات اكثر عنهم. اول شيء ماركه اهوهو ماركه المانيه اورجانيك، الانجريدينتس اورجانيك طبيعيه من الطبيعه. هم الالمان كذي يحبون يستخدمون الأشياء الأورغانيك في برودكتسهم، بالذات للشعر والبشرة. المهم هذا الشامبو بخلاصة الكافيين، الكافيين معروف أنه يسوي بوست حق الروتس، يوقف التساقط، يعيد إنبات الشعر، يعني يشتغل على الفروة نفسها. تذكرون مرة سويت تحدي فيهم؟ رح أرجع أسوي التحدي. التحدي كان خلال 10 أيام اللي عندها مشكلة تساقط راح يوقف هذا الشيء. راح نرجع نسوي التحدي مرة ثانية بما أن المنتجات رجعت مرة ثانية البوتيك. شنو التحدي يا محفظ؟ وجربتوهم وخلال 10 أيام ما لقيتوا نتيجة في موضوع التساقط، أنا مستعدة أتحمل المسؤولية كاملة. لهالدرجة أنا واثقة فيهم، لأن هالأثنين أنا شخصيا استفدت منهم بطريقة رهيبة. فظيعين فظيعين فظيعين، حتى اللي عندها مشكلة في جذور الشعر، مشكلة قشرة، مشكلة ترسبات، هالمشاكل كلها راح تروح معاهم، راح تروح. هم زبدة الشعر رجعت مرة ثانية أخي، العشق العشوقي، هذا العشق العشوقي. هذا مثل ما تدرون أنا أستخدمه إذا بسوي سلك، وأنا أنصح فيه البنات اللي شعرهم تلفان أطرافهم من دمرة تستخدمه بشكل يومي على أطراف الشعر نت. فشي بسيط، شي بسيط من الزبدة، شوفوا توزعونه على أطراف الشعر، راح تلاحظون أن الشعر السبلت ترجع تلتئم مرة ثانية. زبدة الشعر من خلاصة الشيا وخلاصة الأرغان، وفيها فيتامينات تشتغل على الشعر المتقصف المتضرر من الصبغ. بس لا تكثرون، إذا بتستخدمونه تبون علاج يومي، تبون تلاقون نتيجة سريعة أوكي بشكل يومي على أطراف الشعر، بس شيء بسيط لأنه هو وايد دسم بيتحق الشعر التعبان وايد وايد وايد، وريحته ما أقدر أتكلم عنها، ريحتها لذيذة لذيذة. فهالثلاثة ارجعوا بوتيكي، وكالعادة ما حصري ما راح تلاقونهم اللي عندي، فجربوهم وادعوا لي.